يحتاج. سبيكر 19 سبيكر حبيبي دايم مايك 18 دايم مايك بعد. مايك كنت اي مايك نعيد الكلام من جديد ولا تفضل صلوا على النبي بنعيد الكلام عشان المايك ولا طافي ابو حسام البارح طرنهم بيسلمون الجوالات وتبون تلقون السلبي وتبون تلقون الايجابي وتبون تلقون طال عمرك اللي يبعد هذا على هذا احنا ما جينا على نرضي الجمهور الا بشيء اللي قدمه وبيرضيهم لكنه بيفرق بين فلان وعلان وجنب عن هذا وجنب وابعد عن هذا احنا في غنى عن الشيء هذا اعرف ان فيها الكبير اعرف ان فيها الكبير وفيها الصغير وفيها اللي تشوف حتى كلامها اكبر منه الشيء هذا ما يبعدنا عن بعضنا، لا ادري ان خطرنا على بعض وانكم توصونا، احنا ما نوصيكم، احنا ننوه بس، والله ان اكثر الرياجيل انه ما التفت في الجوال ولا فكر فيه ولا همه، وانه يوصي قدامنا لا وصي، والله يعطيكم العافيه ويقدرنا، والله يجعلنا على قلوبنا وحده ولا يغيرنا، سمو ابو عبد الله. اضافه بسيطه يا الربع. اللي بقوله ما قصرت اول شيء اللي بقوله انا اكيد بتلقى شيء سلبي وشيء ايجابي ولا ازيد على كلام خوي ما ازيد على كلام خوي بتلقى شيء سلبي وشيء ايجابي فانا واثق في رؤوس الرجال ذولا كلهم والله اني واثق فيكم سواء لقيت شيء سيء ولا ايجابي الايجابي يرفعك والسيء اسفه وسلامتكم وترى لمصلحتنا يوم يشلون الجوالات اي والله وسلامتكم لبيك وسلامتك صح لسانك بيض الله وجهكم ارجع اسلم الله الله علومي اللي في صدري خبرها ان بيك دمع انت هايق بس ما راق ترد رموش عيني